موضوع التقلبات الجوية، أنا متأكد يعني إنه وإحنا معانا كمان الدكتور أحمد عبد العال، مش عارف إذا كان هيقول لي ده طبيعي في الوقت ده من السنة ولا لأ. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبيعي بقى التقلبات اللي هتحصل دي ولا مش طبيعي؟ لا طبيعي طبعا، لان طبيعي. احنا معروف ان الفصول الانتقاليه سواء الخريف او الربيع بيبقى فيها تقلبات جويه أي سريعه انتقالية وحاده. بيبقى فيها تقلبات سياسية أو جوية؟ لا هي قضيه تقلبات جويه طبعا، هي بتبقى سريعه وحاده، يعني هي اقصى حاجه ليها 48 ساعه او 72 بتبقى حاده، لان بيبقى الظاهره بتبقى قويه. يعني اللي احنا هنشوفه او اللي هنعيشه ان شاء الله من حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه ال 72 ساعه القادمين مش هيبقى في درجه الحراره، لان درجه الحراره هتظل حوالين المعدل، لكن التاثير هيبقى في الظواهر الجويه المتماسكه، هيبقى في نشاط للرياح بيأثر طبعا على الاملاح البحريه، ايضا فرص سقوط امطار قد تصل الذروه بتاعتها يوم الاربع قد تصل الى حد سيول على وسط وجنوب سيناء. توصل لدرجه السيول يا فندم؟ قد تصل الى حد سيول على وسط وجنوب سيناء. على وسط وجنوب سيناء. تمام. دي نقطة مهمة طبعا، دي نقطة مهمة جدا. عايز أسأل حضرتك فيما يرتبط بالظواهر الجوية دي على امتداد الجمهورية؟ من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، مرورا طبعا بالوجه البحري في القاهرة ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء. احنا بيبقى عندنا في الوقت ده من السنة كام فترة من دول؟ كام فترة من الممكن تحصل فيها التقلبات اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ شوف حضرتك، طول ما في فصل الربيع ما فيش وقت محدد للتقلب الجوي، لان هو ده سماته، يبقى دايما تقلبات جويه سريعه. الاتربه في اي انشطه، في اي يعني توقعات بانه يبقى في رياح محمله بالاتربه، الجمله التقليديه الشهيره جدا؟ هي طبعا بالنسبه لشمال الصعيد هيبقى فيه فعلا رمال مصاره، لكن مش هتصل الى حد العاصفه، لان طبعا كمان الامطار هتهدي تاثير الرياح على الرمال المصاره والاتربه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا يا فندم.